أحكي وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أخواننا أعضاء لجنة المتطوعين في إجماع عشاء الزيوت وانتخابات بلدية 2021. أرحب فيه ديوان كل الزيوت وديوان كل أهل سحاب وديوان كل الأردنيين. أرحب فيكم ديوان آل خليل أبو زيد. الله يعطيكم العافية ويقويكم. وبدنا نأكد على نقطة معينة، إنه الإجماعات العشائرية ليست دعوة للعنصرية. الإجماعات العشائرية هي عبارة عن رد فعل طبيعي لفعل غير طبيعي بالأرض. الفعل غير الطبيعي هو عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة على الأرض. رد الفعل الطبيعي إنه الجماعات والمجاميع البشرية حسب سلوكها البشري إنها تتجمع وفق القاسم المشترك. فالإجماعات العشائرية هذه هي رد فعل طبيعي حتى تكون مؤثرة بالعمل السياسي بالعمل العام. لا أحد، ما في أي دولة بالعالم، لا أمريكا ولا أوروبا، لا أحد يحترم الفرد، الكل يحترم المجموعة، الكل يحترم المنظومة. والعشيرة منظومة اجتماعية محترمة عندنا بالشعب الأردني. فالإجماعات العشائرية على مستوى كل الدولة الأردنية ليست دعوة للعنصرية. وبالنسبة للزوم، إجماع عشائر الزوم، إحنا للناس بالفعل بالتاريخ وكلكم قامات تاريخية وكلكم أكبر مني عمرا وقدرا بتعرفوا التاريخ. طول عمرنا نحن الزيوت الدافعين في الإجماعات العشائرية على مستوى مدينة سحاب. الله يرحم خلف باشا بطول المحامي كانوا الزيوت اللي داعمين في إنه يصير عنده إجماع عشائري. الله يرحم الدكتور هاني الطهراني هو كان الزيوت عشائري الزيوت كانت هي إجماع عشائري يكون في إجماع عشائري على الدكتور هاني الطهراني. عمره سحاب ما إجماع على الزيوت. فالأحرى بيها كعشائر الزيوت مع وجود القامات العلمية والقامات التربوية والعدد الكافي من الشباب، احنا على راي جميع عشائر الزيوت، عدد الطلاب الجامعيين في عشائر الزيوت 2800 طالب. اذا ما زال فنادر ما نادر الان تلاقي عائله او دار بالزيوت ما فيها طالب جامعي او طالب خارج جامعي. الاحرى فيها عشائر الزيوت، بما ان كل الصفين من الاجماعات العشائريه ولم يشمل مثلا ان نكون الان نطبق هذا الحكي على المسلمين، وانه نكون في اجماع على عشائر الزيوت. انا والله شخصيا متفائل. أكثر شيء بخليني متفائل بالشخوص والقامات، أولهم أستاذي وربي الفاضل، مش بس هيك أنا كمان في الأستاذ أستاذي وربي الفاضل اللي درسني أو على الأستاذ عبد الله الدريدي، ووجود هذه اللجنة بالقامات التربوية والعلمية، القامات التربوية والعلمية هذا كل اللي تبقى إن شاء الله راح تكون قادرة على إتمام إجماع الزيوت. بالنسبة لنا إحنا إدارة خير أبو زيد، إحنا إدارة خير أبو زيد، طول عمرنا لبنة بناء في بناء الزيوت، عمرنا ما كنا من عمال هدم، وطول عمرنا احنا اداره خير ابو زيد، هذا اللي علمونا اياه اجدادنا الله يرحمهم، وابائنا الله يطول بعمارهم، ابو بسام وابو عاصم، بديش اطلع حدا حتى ما انسى حدا الله يطول بعمارهم، فاحنا اداره خير ابو زيد، طول عمرنا اداه بناء الزيوت، واذا قامت الزيوت احنا بنكون اول لبنه، واذا وقعت الزيوت لا سمح الله احنا اداره خير ابو زيد بنكون اخر لبنه، فاحنا كنا ثقه باللجنة المشكلة، وإن شاء الله الله يجيب الخير للزيوت ولإجماع عشائر الزيوت، وآسف جدا على الإطالة، وآخر مسألة فيكم.